كشف بنك التنمية الاجتماعي عن حجم المشاريع الممولة من البنك خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 12 ألف مشروع بقيمة تصل إلى 683 مليون ريال. وقال البنك أنه يهدف من تمويل هذه المشاريع إلى تمكين الشباب المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية. وأوضح البنك أنه يعكف بشكل دوري على إطلاق برامج تمويلية جديدة توافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.